السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي العلمية. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نديرو تمارين لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. نبدأ بالتمرين الأول عذرا على الكتابة، هذه كتابة التلاميذ ولو نقرأ لكم ولادي أعزاء مع تكتبوا معايا. التمرين الأول، اشترى عمر حاسوب ثمنه هو 32560 دينار بالتقسيط على ثلاث دفعات، فدفع لصاحبه في المرة الأولى 12750 دينار، وفي المرة الثانية 9985 دينار. كم دفع عمر لصاحب المحل؟ ما هو المبلغ الباقي؟ هنا دوك نديرو حل التمرين. نبدأ وقال لك هنا يا عمر اشترى حاسوب بشعال 32560، اشراه بالتقسيط، معناتها شراه بفاسيليتي كيما نقولو هنايا، على ثلاث دفعات، على ثلاث خطرات يدفع. دفع لصاحبه في المرة الأولى 12750 دينار، وفي المرة الثانية 9985 دينار. كم دفع عامل لصاحب المحل؟ ما هو المبلغ الباقي؟ سما نتجمع ولادي الأعزاء، نديرو ألف، سما شحال تفعلو في المرة الأولى 12750، والزوجة نجمعو ذي مع ذي، النتيجة وين نديرو عملية الجمع؟ 12750 زائد 9985 صفر زائد 5 تعطيني 5، 5 زائد 8 تعطيني 13، 7 زائد 9 تعطيني 16، و 1 17 نحتفظوا بالوحده هنا، 9 زائد 2 تعطيني 11، و 1 12، 1 زائد 1 تعطيني 2. انا درنا العمليه نصيبوها، ديروا الاولى عمليه جمع، قال لكم دفعه ما نجمعوش على عطالو في المره الاولى وفي المره الثانيه، نصيبوها 22735. قال لك كم بقي له؟ هو شحال بقالو؟ ديروا هذه ولادي الاعزاء، هذه الحاسوب يدير 32560 نقصو 32560 من اللي صبناها. نديرو هنا العملية 32560 ناقص 22735 اللي صبناه، صفر ناقص 5 ما نطيقوش، 12 ناقص 5 تعطيني 5، نهودو الواحد اللي احتفظنا به، 6 ناقص 4 تعطيني 2، 5 نطيقو نقصوها من 7 ما نطيقوش، 15 ناقص 7 تعطيني 8، هذه 7 ولاد الأعزاء، ونهودو الواحد اللي سلفناه هنايا، اثنين نطيقو ناقصوها من ثلاثة ما نطيقوش، 12 ناقص 3 تعطيني 9، وثلاثة ناقص 3 تعطيني 0، سما المبلغ الباقي هو 9825. درنا العملية دي بالنسبة للمسألة الأولى. نروحو للتمرين الثاني، أراد فلاح حفر حوض في حقله فرسم مستطيل طوله 8 متر وعرضه 4، طوله 8 متر وعرضه 4 متر، المهم هنا تكتبي متر كي غلطة، هنا 4 متر والطول ثاني 8 متر، هنا 8 متر، تبي مليح هنا. أراد فلاح حفر حوض في حقله فرسم مستطيل طوله 8 متر وعرضه 4 متر، ما هو العمق الذي يجب أن يصل إليه لكي يكون حجم هذا الحوض 69 متر مكعب؟ هنا زعما 69 متر مكعب، لكي يكون حجم هذا الحوض 69 متر مكعب. هنا الحوض المستطيل طوله شحال؟ نخرجوا الطول تاعو 8 متر، العرض تاعو شحال؟ 4 متر، والعمق انا قلت ما هو العمق، سما نحوسوا على العمق والارتفاع ثاني نحوسوا عليه، الحجم هو العمق، ما هو العمق الذي يجب ان يميل يصل اليه، ماشي يميل اليه، يصل اليه لكي يكون حجم هذا الحوض 69 متر مكعب. سما الحجم هنا 69 متر مكعب، شنو نديرو؟ حجم متوازي المستطيلات هو ابتداء ابعاده الثلاثه، حجم المستطيل هو الطول في العرض في الارتفاع، نديرو 8 في 4، ها عندنا الطول هو 8 والعرض هو 4، نضربو 8 في 4 في السي، ارتفاع ما عندناش، معناتها نديرو سي، 8 في 4 تعطيني 32، في السي تعطيني 96 متر مكعب. هذا هو الحل تاع التمرين الاول. التمرين الثاني، مشاهدينا الكرام كان هذا شرح تمارين السنة الخامسة ابتدائي، تمرينين. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة، شرح قادم نشرحكم تمارين أخرى، تابعونا ودعموا القناة لكي نستمر بالمزيد. ها وين الحل تاع التمرين الثاني، شوفوا الأعزاء مليح، هذا هو الحل.